بسم الله، مرحبا بكم، معكم ابراهيم محمود مرسي. لو عايزين نرسم حرف الاس في الاليستريتور هنعمل ايه؟ يلا نبدا على بركه الله. هروح لفايل نيو، انا كده هشتغل على ملف جديد A4 مثلا، و اورينتيشن كده كريت. جميل. انا عشان ارسم حرف الاس، حرف الاس حرف كده يعني انسيابي في دوائر، فهرسم دايره. من الاليبس، من الريكتانجل تول، هلاقي فيه حاجة اسمها الاليبس تول اللي هي الدايرة. عشان ارسم دايرة منتظمة، ماشي، يبقى لازم اضغط على شيفت. شيفت هيديني دايرة منتظمة. جميل جدا. هحدد الدايرة دي واخدها هنا كده في اي مكان هنا، وبعدين هضغط على شيفت. بس شيفت هينقلها لي، انا عايز اعمل نسخة منها، يبقى هضغط على الت وابدا اسحب لاعلى. خطوط الارشاد دي بتقول لي ان انا كده على المسار الصحيح. كده عملت نسخه منها، الدايره كده لها ده بقى دايرتين. ولو لاحظت ان الدايره بتاعتي عباره عن فيها 4 انكر بوينت، 4 قطعات، 4 حتت كده، 4 اجزاء، 4 قطعات دائريه. فانا عاوز احذف الايه الجزء ده عشان ابدا بقى شكل حرف الاس. يبقى هضغط بعيد كده، هضغط على حرف على شيفت. هختار الاول الدايركت سيلكشن، وهروح اضغط على شيفت واضغط في المكان ده، حدد لي الجزء ده، اضغط ديليت. اسف جدا جدا جدا، كنترول زد. انا عاوز احدد الجزء ده، ايوه كده، الدراع ده يكون هنا والدراع ده يكون هنا. في الحالة دي هضغط ديليت، وكمان احدد الجزء ده واضغط ديليت. جميل جدا، اصبح عندي حاجه قريبه من حرف الاس. تمام. الفيل بتاعها انا عايزه نو فيل، يبقى هختار العلامه الحمراء دي. والاستروك، انا عاوز الاستروك مثلا نخليه بلون ده، تمام، ويكون مثلا حاليا نخليه 40 مثلا. نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. يبقى هروح على سيلكشن، هنا الفيل نو، الاستروك بنفس اللون، وده نختاره 40، نفس الفكرة بالظبط. دلوقتي أصبح عندي دايرتين، دايرة غير مكتملة فوق ودايرة غير مكتملة تحت. أنا عاوز أخليهم كلهم مسار واحد، يبقى هحدد بال شيفت واختار المسار ده كمان. بعد ما اخترت المسارين كده أروح لأوبجكت باث اللي هو المسار واقول له جاين، يعني خليهم الاثنين مسار واحد. دلوقتي لو كبرت كده هتلاقي ان هما اصبح الاثنين ايه مسار واحد متصلين. وهو كبير كده هروح لاداه اسمها سموث، بتبقى موجوده في المكان ده عند البنسل كده، سموث تول، وابدا ان انا اختارها وامشي على المسار كده عشان يعمل لي ايه زي يعدل الانحناء ده بتاع الايه الاس شويه. جميل جدا. بس لاحظنا ان الاس دلوقتي يعني برضو الجزء ده كبير، عايزين نحذفه، نحذف منه حته كده، وعايزين الجزء ده برضو كبير عايزين نحذف منه حته كده. لو رحنا مسكنا بالاداه بتاعه الدايركت سيلكشن النقطه دي وحاولنا نرفعها شويه كده كده، هيعمل لي تشوه هنا. انا مش عايز التشوه ده، فانا هضغط على كنترول زد عشان ارجع تاني في الكلام ده، واروح للبين تول. أداة البين تول اللي هي الأصلية دي، أنا هروح فيه أداة معاها اسمها أد أنكر بوينت، هضغط وأروح أختار. أنا هقص لحد هنا مثلا، يبقى هضغط هنا وأروح برضو هنا في آخر الحرف وهضغط هنا، يبقى أنا ضفت نقطة هنا ونقطة هنا. بعد كده هروح للدايركت سيلكشن، أختار النقطة الأولانية خالص دي، ماشي، وأضغط ديليت يحذفها، واختار النقطة دي واضغط ديليت هيحذفها برضه. تمام، جميل. هروح بقى بعد كده، انا عندي عايز حرف الاس ده برضه نكبره اكتر من كده شوية كمان. الاستروك ده 40، ده نخليه مثلا 60. شفت كده بقى، اعدل على طول، احدده كده بالموف تول ونبططه شوية كده. نخليه ايه، بس خد بالك يعني ما تخلوش مشوه للغاية كده، يعني خليه برضو مفرود كده. تمام، جميل.
عاوزين نعمل ايه بقى؟ في ممكن كمان تعمل هنا بدل الحرف ما هو يعني حاد كده، الزوايا بتاعته دي ممكن نخليه ايه، ليه في الاستروك ده، نختار من الاستروك هنا الراوند كيرف ده اللي في الاخر ده كده، يدلنا الشكل الجميل ده. تمام، حلو جدا. ممكن نعمل نقربه كمان شوية ونرفعه فوق قليلا كده، كمان نضيف بقى يعني مستطيل كخلفية كده، نغطي المساحة دي كلها. المستطيل ده أنا هعمله من غير without stroke، يبقى من الاستروك من هنا اختار الشكل ده، والفيل بتاعه خلينا نختار الباترون الجميل ده، وبالسيتي بتاعه خليها مثلا حاجة كده يعني خفيفة جميل، ونبعته نرسله في الخلفية range behind أو back. تمام. حرف الاس ده ممكن ناخد منه نسخة بالالت لما اختار الموف تول الاول، وبعدين اضغط على الت واخد منه نسخة، والنسخة دي نغير لونها او نخليها لون فاتح شوية قليلا، ولا خلينا نجرب ده ماشي. وممكن نخلي دي هي اللي في الخلف ودي هي اللي في الامام، نجرب كده ماشي. يبقى كليك يمين واقول له ارينج تو كده، ترجع ورا كده. تمام، نحركها قليلا على انها يعني زي ظله. اوكي، طبعا في حاجات كتير ان احنا ممكن نعمل شادو وكلام من ده، ولكن يعني دي ببساطة كده. اللون ده قوي جدا، يبقى نروح من بليتة الألوان من هنا ونختار لون تاني أخف شوية، والأوبسيتي بتاعه نخليه أقل شوية. ده كل شيء بالنسبة للفيديو الحالي، يا رب أكون وفقت في عمل المطلوب. شكرا لمشاهدتكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.